السلام عليكم. أكثر من سنتين تقريبا منذ سقوط صنعاء وسيطرة الميليشيا على مؤسسات الدولة وانقلابها على السلطة الشرعية. طيلة هذه الفترة اكتظ سجل حقوق الإنسان بأسوأ المؤشرات وأكثرها عنفا ودموية. فإلى جانب وجود أكثر من 3300 معتقل سياسي وناشط وصحفي في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، هنالك العشرات من الانتهاكات التي ترتكب بحق هؤلاء المعتقلين، بينها الإخفاء القسري والتعذيب، وبالأخص التعذيب الذي يفضي إلى الوفاة. حتى اليوم لم تصدر عن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إدانة ترقى إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية، ولا تزال جنيف مسرحا للنقاش والاستعراض الأرقام والمؤشرات وللمغالطات التي تتورط فيها أطراف موالية للميليشيا الانقلابية بهدف صرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكب والفظائع التي تقدم عليها الميليشيا دون رادع. الوقفات الاحتجاجية لأمهات المعتقلين وأسرهم لا تكاد تتوقف في صنعاء، وهي شاهدة على المشكلة الجوهرية التي يعاني منها اليمن اليوم، والمتمثلة في استمرار عصابات مسلحة في الاستيلاء على مؤسسات الدولة ومصادرة دور الدولة وتوظيف أجهزتها في النيل من حياة اليمنيين وكرامتهم. عن استمرار حالات التعذيب وجرائم الميليشيا في هذا السياق نخصص حلقة اليوم من المساء اليمني. نبدأ النقاش ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب، متلازمة الانتهاكات الحقوقية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا المخلوع صالح والحوثي منذ انقلابها على السلطة الانتقالية وفرض هيمنتها في العاصمة وعدد من المحافظات. على مدى 3 أسابيع عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف اجتماعاته السنوية، وفي قلب اهتماماته كان اليمن الذي لا يزال مسرحا لأبشع أنواع الانتهاكات، وفي المقدمة منها التعذيب الذي تمارسه الميليشيا الانقلابية. التقارير المقدمة إلى هذا المحفل العالمي تحدثت عن أكثر من 3300 معتقل بين مخفي قسريا، وبين من يعيش ظروفا صعبة، وبين من يتعرض للتعذيب ويفقد حياته جراء ذلك. أرقام تكشف عما أمكن رصده من الانتهاكات وعرضه على المعنيين بحقوق الإنسان في العالم. يتعرض المخفيون والمعتقلون إلى أصناف من التعذيب المادي والمعنوي التي لا تحتمل. أحدهم سنحت له الفرصة لمغادرة سجون الميليشيا، تحدث عن وضعه في منشأة مهجورة بمعسكر الحفا، حيث عاش لحظات رهيبة مع القصف المتكرر الذي كان يطال المعسكر ومخازن الأسلحة الواقعين في الجنوب الشرقي من مدينة صنعاء. التعذيب المفضي إلى الوفاة طال 57 حالة من إجمالي حالات التعذيب التي تم الإبلاغ عنها. سيظل هذا شاهداً على حجم المأساة التي تلقي بظلالها القاتمة على اليمن في هذه المرحلة السوداء من تاريخه. إذا بداية مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي عبر السكايب الأستاذ نجيب السعدي رئيس منظمة وثاق، معنا عبر السكايب من باريس. مساء الخير سيد نجيب. أستاذ نجيب، إذا فصل في هذه اللحظات السكايب مع السيد نجيب إلى حين تواصل معه. إذا مشاهدينا الكرام، صدرت الكثير من التقارير وحدثت الكثير من الفعاليات التي تحاول التعامل وتوضيح الكثير من وجهات النظر حول، أو الحقائق بالأصح، حول ما يجري على الأرض في صنعاء وفي جميع المدن التي لا زالت ترزح تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. تحدثت الكثير عن من التقارير عن أرقام ترتكب بحق، يعني عن أرقام انتهاكات بحق هؤلاء المختطفين في سجون الميليشيا، أرقام عن التعذيب، أرقام عن حالات عنف وحالات دموية في كثير من الأيام، إلى جانب وجود أكثر من 3300 معتقل سياسي بداخل هذه السجون والمعتقلات. هناك العشرات من الانتهاكات وحالات التعذيب التي ترتكب بحق هؤلاء المعتقلين، منها حالات تعذيب انتهت بالوفاة. إذا مشاهدينا الكرام، هناك الكثير من اللغط يدور حول السبب الذي لم تصدر المنظمات الدولية إدانات بحق هذه الحالات. يعود السيد نجيب السعدي رئيس منظمة وثاق إلينا الآن. مساء الخير سيد نجيب. مساء النور أخي العزيز. أهلا بك أستاذ نجيب. الآن هناك فعاليات مصاحبة لاجتماع حقوق الإنسان في جنيف، هناك فعاليات في جنيف، كانت أيضا هناك فعاليات في الداخل اليمني، منها الفعالية الخاصة بالمختطفين الذي يمارس بحقهم التعذيب. إلى أي مدى تنجح هذه الفعاليات في إيصال صوت الحقيقة وإيصال صوت اليمنيين إلى
المنظمات الدولية؟ شكرا اولا لك وللمشاهدين الاعزاء. اهلا بك. وبالنسبه لفعالياتنا نحن منظمات مجتمع مدني، مهمتنا ايصال صوت الضحايا الى الخارج. نقوم بعمل ولكافه المنظمات الدوليه، نحن نقوم بعمليه رصد وتوثيق للانتهاكات التي ترتكبها سواء جماعه الحوثي او اي جماعه اخرى، ونقيم فعاليات حول هذه الانتهاكات ونصدر تقارير كما فعلنا خلال الفتره السابقه. نحاول قدر الامكان ايصال صوت الضحايا الى المنظمات الدوليه بما فيها مجلس حقوق الانسان والمفوضيه الساميه لحقوق الانسان وبقيه المنظمات، سواء كانت منظمات تابعه للامم المتحده او منظمات مجتمع مدني. لكن للاسف نجد هناك نوع من التجاهل من قبل هذه المنظمات بشكل كبير، ومع ذلك الا اننا مستمرون في عملنا وفي تقديم ملفات والقضايا لهذه الانتهاكات. طيب دعنا يعني سنعود الى هذه النقطه، نقطه اسباب هذا التجاهل، لكن قبل ذلك ارحب بضيفتنا الان التي انضمت الينا عبر الهاتف، افاق عبد العليم الحاج، ناطقه باسم الحمله الوطنيه لمناهضه التعذيب، معنا عبر الهاتف. مساء الخير سيده افاق. مساء النور. أستاذة أفاق الحاج، حملة أوقفوا التعذيب حققت كما يعني يرصد الكثير من الصدى الواسع، حدثينا عن هذه الحملة، هل نجحت إلى حد كبير في إيصال صوت المعذبين؟ نعم، الحملة الإلكترونية تم إطلاقها مساء أمس الثلاثاء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع إعلاميين وناشطين وسياسيين وحقوقيين في الداخل والخارج وشبكات إعلامية والعديد من الجهات المعنية، مرفقة بهاشتاج أوقف التعذيب في اليمن بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية. الحملة حققت خلال الساعات الأولى لانطلاقها صدى إعلامي وحقوقي كبير وتفاعل ملحوظ، وتصدر هاشتاج الحملة المرتبة الثانية عالميا. الحملة الإلكترونية مستمرة ومفتوحة ولم تحدد بسقف زمني، الهدف منها إنشاء أو الهدف منها تشكيل رأي عام محلي وإقليمي ودولي مناهض للتعذيب في اليمن، وإدراج قضية المختطفين والمعذبين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية، وجعلها قضية رأي عام حاضرة، والعمل على تشكيل تحالف من جميع الأطياف للوقوف أمام جرائم التعذيب التي ترتكبها الميليشيات بحق آلاف المختطفين. نعم. لديها من خصومها السياسيين ومعارضيها في الرأي، لذلك ندعو الجميع للاستمرار في الاستمرار والتفاعل مع الحملة الإلكترونية التي تأتي في إطار الحملة الوطنية لمناهضة التعذيب في اليمن، والتي أشهرت منذ أيام في مدينة تعز، وتقوم عليها المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية مع شركائها المحليين والدوليين. ستشتمل الحملة على العديد من الفعاليات والأنشطة المحققة لهدف الحملة في الداخل والخارج، وستقام تباعا خلال الأيام والأسابيع القادمة، منها وقفات احتجاج ومعرض صور لضحايا التعذيب وجلسات استماع لعدد من المعذبين وإصدار تقارير ورفع دعوات أيضا ضد منتهكي حقوق الإنسان. وقد أطلقت الحملة الخط الساخن لاستقبال البلاغات عن حالات التعذيب والاختطاف والعمل على توثيقها، وذلك على الرقم 733-501-401-50. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معي سيدة أفاق. أعود إلى أستاذ نجيب السعدي. أستاذ نجيب، هذه إحدى الفعاليات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في اليمن، هناك تعذيب حاصل في داخل السجون، سجون ميليشيات الإنقلاب، هذا التعذيب كما يعني يقول الكثير أنه لا يصل، وحالة حقوق الإنسان لا تصل بشكل واضح للمنظمات، هل تسهم هذه الفعاليات أو للمنظمات الدولية أقصد، هل تسهم هذه الفعاليات في إيصال الصوت الحقيقي لما يجري في الأرض في اليمن؟ نعم، من المؤكد أن هذه الفعاليات مثل هذه الفعاليات توصل صوت الضحايا إلى المنظمات الدولية، رغم أنهم يدركون جيدا ما يحصل من عملية تعذيب واختطاف، كما أنها تشكل عملية ضغط وإحراج لهذه المنظمات من أجل قيام هذه المنظمات بواجبها، وهو الضغط على جماعة الحوثي أو القوات الموالية لصالح للكف من عملية التعذيب وإطلاق المعتقلين. طيب لماذا لا يعني لا توجد هذه الاستجابة؟ لماذا هذا التجاهل من قبل هذه المنظمات برأيك؟
أنا أعتقد بأن حقوق الضحايا في اليمن يتعامل معها المجتمع الدولي من منطلق سياسي بحت، ورغم ما يضعه المجتمع الدولي من شعارات أنه مناصر لحقوق الإنسان ومساند لحقوق الإنسان، إلا أنه يضع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي وصالح تحديدا في مزاد للعملية السياسية وعملية الابتزاز السياسي، سواء كانت للحكومة الشرعية أو للدول الخليج. طيب الآن هذا الفعل ممكن أن يعني يفهم في سياق سياسة واقعية لدول، لكن نحن نتحدث الآن عن منظمات، هل أيضا المنظمات الإنسانية تتعامل وفق هذه القاعدة؟ أعتقد أنها تتعامل وفق هذه القاعدة. نعم، هذا ما هو واضح لنا بكل الشفافية. أكلمك بأنها تتعامل بطريقة لخدمة أجندات سياسية وليس لخدمة حقوق الإنسان كما يدعون. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ، تفضل بإذن الله. من وسائل، يعني أعود إلى الأستاذة آفاق الحاج. أستاذة آفاق، من وسائل التعذيب التي يعني يستخدمها أو تستخدمها ميليشيات الحوثي تعذيب نفسي بتهديدهم بأنهم سينقلون إلى أماكن ومخازن أسلحة. هذا الحديث تفضلت به أنت في صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تفاصيل، هل من تفاصيل أشمل حول ذلك؟ نعم، بحسب تقارير حقوقية فإن عمليات أو حالات التعذيب بلغت 4689 حالة تعذيب خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى سبتمبر 2016. هذه الحالات التعذيب بينها 26 حالة وفاة تحت التعذيب و12 حالة وفاة بالإعدام بالرصاص الحي، وكذلك 10 حالة وفاة نتيجة الإهمال وعدم السماح السماح للمختطفين بالتناول العلاج اللازم، لكن وايضا هناك حالات وفاه نتيجه استخدام المختطفين دروعا بشريه، هناك تعذيب نفسي وجسدي ممارس، هناك اضافه الى توثيق عدد من التقارير وثقت 22 حاله تعذيب لصحفيين في تعذيب نفسي وجسدي لصحفيين في سجون ميليشيات الحوثي وصالح. هي جريمة متكاملة لا تتوقف فقط عند الاختطاف، بل والتعذيب حتى الموت والقتل المباشر واستخدام المختطفين دروعا بشرية. هذا الأمر يتطلب اعتراف دولي صريح لهذه الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها ميليشيات الحوثي وصالح، وتدخل سريع لإيقاف مثل هذه الجرائم بحق مواطنين مدنيين أيضا لا تهمة لهم سوى أنهم امتلكوا رأي المعارض. هناك شهادات مبدعة وموثقة لدينا في المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية، حدثينا عن بعضها. نعم، شهادات مفزعة لمختطفين مفرج عنهم يروون تفاصيل ما عانوه في معتقلات الميليشيات وما تعرضوا له وزملائهم من وسائل تعذيب وحشي. تنوعت هذه الوسائل التعذيب بين الضرب المبرح والحرق، الصعق الكهربائي، التهديد بوضعهم كدروع بشرية أو في مواقع عسكرية مستهدفة من قبل طيران التحالف، بالإضافة إلى التحقيق المكثف والفترات طويلة، وغير ذلك من وسائل التعذيب التي تتفنن فيها ميليشيات الحوثي وصالح. في المقابل هناك كثير من الأسر تعيش معاناة نفسية جراء ما يسمعونه عن عملية التعذيب التي تمارسها هذه الميليشيات حق المختطفين لديها، وسط مناشدات لإنقاذ حياة أبنائها وإطلاق سراحهم، فيما هناك الكثير من الأسر تجهل مصير أبنائها. هذه الجرائم تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي، ولا يمكن أن تسقط بالتقادم. يجب أن يكون هناك تحرك للمجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، وعلى الحكومة اليمنية أيضا أن تضغط في هذا الاتجاه وتأخذ وأن تولي ملف المختطفين وقضية التعذيب جهد نعم. أكبر وأهمية، وتحريك هذا الملف على المستوى الدولي والإقليمي وتقديم المرتكبي هذه الجرائم للمحاكمة. إذا أشكرك أستاذ آفاق عبد العليم الحاج الناطقة باسم الحملة الوطنية لمناهضة التعذيب، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، هل يعني كتقييم لأداء المنظمات، هل وصل الصوت بشكل واضح للمجتمع الدولي للمنظمات الإنسانية في العالم بحجم أو بشكل يوازي ويناسب حجم الكارثة الإنسانية التي تجري في اليمن وتحدث؟ في الحقيقة أستاذ نجيب، أستاذ نجيب
إذا انقطع الاتصال بالأستاذ نجيب السعدي. إذا كان معنا قبل قليل السادة المشاهدين السيدة آفاق عبد العليم الحاج، تحدثت كثيرا عن الفعاليات التي أقيمت وخاصة الفعالية الخاصة بأوقفوا التعذيب في اليمن. كانت هذه الفعالية بثلاثة لغات عالمية، وصلت إلى الهاشتاج الثاني عالميا بحسب حديث الأستاذ آفاق، حصلت على تفاعل تفاعل ملحوظ. هذه الحملة تقوم عليها منظمات محلية، من المفترض أن يتم استدراكها بالوقفات الاحتجاجية القادمة. إذن كما تحدث الأستاذ نجيب السعدي قبل قليل على أن حقوق الإنسان في اليمن يتم التعامل معها بشكل سياسي من قبل المجتمع الدولي، لكن هذا الشكل الذي لا يتوائم مع طبيعة حقوق الإنسان. يعود لنا السيد نجيب السعدي لكن عبر الهاتف هذه المرة. أستاذ نجيب، كنت أتحدث على أن هل وصل بالتناسب بنسبة بنسبة ما يحدث على الأرض اليمنية، هل وصل صوت هذه الأحداث إلى منظمات المجتمع الدولية بشكل يوفي بمقدار الكارثة التي تحصل في اليمن؟ في الحقيقة إن الجرائم والانتهاكات التي تمت بحق المدنيين من قبل جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال الفترة الماضية من تاريخ دخول أو إسقاط اجتياح العاصمة صنعاء إلى اليوم فاقت كل قدراتنا كمنظمات دولية أو كمنظمات محلية للإحاطة بكل هذه الانتهاكات. نحن مجموعة منظمات نقوم برصد وتوثيق الانتهاكات، لكن من كثر الانتهاكات أصبحنا لا نستطيع أن نلم بكافة الانتهاكات، لكن مع ذلك نحن نبذل جهود كثيرة من أجل إيصال صوت الضحايا. استطعنا إيصال صوت الضحايا خلال أكثر من مشاركة لنا في مجلس حقوق الإنسان لأربع دورات متلاحقة، الدورة 30 31 32 و33 الآن، استطعنا أن نوصل أصوات كالضحايا وأن ندق ناقوس الخطر لما يحصل في اليمن. أصبحت كثير من المنظمات وإن لم تكن تتفاعل مع ما يطرح أو أنها لم يوجد لها موقف، إلا أنها أصبحت تدرك تمام الإدراك ما الذي يحصل في اليمن وماذا تقوم جماعة الحوثي وصالح من ارتكابه من جرائم بحق المدنيين. أيضا لا أنسى أن هناك لجنة وطنية هي مخولة بعملية التحقيق والتأكد من عملية من الانتهاكات التي تحصل بحق المدنيين، لها أيضا أنشطة وهذا شيء جيد تمهيدا لمحاكمة مرتكبي الجرائم من قيادة سواء كانت قيادة جماعة أنصار الله أو القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. طيب، في هذه النقاط ونقاط أخرى، الآن كان حديث عن الأستاذة آفاق تحدثت عن هذه الحملة، حملة التعذيب، وكان أيضا هذه الحملة تزامنت مع الدورة 33 لاجتماع حقوق الإنسان. هذا الاجتماع ما الذي حمله من جديد؟ بالنسبة لاجتماع حقوق الإنسان في هذا الفترة هناك صراع أو هناك نقاشات حادة، بالإمكان أن يتوضح الأخ وزير حقوق الإنسان كونه معنا، حول تشكيل هناك تقدمت هولندا بمشروع قرار لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات، وهذا قرار أعتقد أنه سيس رغم وجود لجنة وطنية. نتمنى أن مجلس يخرج مجلس حقوق الإنسان، دورة حقوق الإنسان الحالية تخرج بقرارات لدعم اللجنة الوطنية ورفضها بخبراء وعملية تدريب، هذا ما نتمنى أولا من أجل تتمكن اللجنة الوطنية من القيام بمهامها في رفض وتوثيق والتحقق من الانتهاكات التي حصلت ثم رفع تقرير عن عملها خلال الفترة القادمة. طيب، ما هي الأسباب التي وضعت لتشكيل هذه اللجنة الدولية أستاذ نجيب؟ الأسباب للأمانة في الحقيقة غير واضحة.
بالنسبة لنا، لكن أنا أعتقد أنها أنا من وجهة نظري الشخصية أنها يعني أن المجتمع الدولي أو خصوصا الاتحاد الأوروبي يريدون فرض عملية ابتزاز سياسي لبعض الدول المشاركة، خصوصا في عملية في عملية عاصفة الحزم أو التحالف العربي، تجاهلوا تماما ما قامت به اللجنة الوطنية من جهود في التحقق من كثير من الانتهاكات، وأصدرت تقرير في شهر أغسطس الماضي. رغم ذلك إلا أنهم يصرون على تشكيل لجنة دولية، رغم أننا لنا تجارب بلجان دولية في دول كثيرة، منها على سبيل المثال وهو مثال حي في سوريا، تم تشكيل لجنة دولية إلا أنها لم تستطع منذ 3 سنوات إلى الآن لم تستطع أن تفعل شيء، ورغم ذلك يصرون على أنهم يريدون أن يشكلوا لجنة دولية، رغم أن جماعة الحوثي والقوة الموالية لصالح لا تستجيب مطلقا للإرادة الدولية، سواء في تنفيذ القرارات الدولية ولا حتى في المشاعر الحميدة التي كان يقوم بها إسماعيل ولد الشيخ عندما طلب منهم أن يقابل المعتقلين السياسيين الذي ورد أسماؤهم في قرار مجلس في قرارة مجلس الأمن، وهم وزير الدفاع محمد الصبيحي والمعتقل السياسي الكبير الأستاذ محمد قحطان. إذا أشكرك أستاذ نجيب السعدي رئيس منظمة وثاق، كنت معنا عبر الهاتف من باريس وقبل ذلك عبر السكايب. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا معالي وزير حقوق الإنسان، لكن قبل ذلك نصل ونذهب إلى فاصل قصير، بعده نستكمل هذا النقاش، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يضم إلينا الآن معالي وزير حقوق الإنسان أستاذ عز الدين الأصبحي معنا عبر الهاتف من جنيف. مساء الخير معالي الوزير. أهلا، مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك. تقرير المفوضية تحدث عن الكارثة لكنه لم يؤسس على أن الكارثة بسبب الانقلاب، هذه مقتطفات من ما جاء في كلمتك عن تقرير المفوضية، أرجو أن تحدثنا أكثر حول هذه النقطة. شكرا جزيلا أولا لكم وللمتابعة المستمرة من قناة بلقيس، ودعني أقول بأن اليوم قدمت إحاطة المفوض السامي في البند العاشر فيما يخص تقريره لليمن وما قدم خلال الفترة الماضية، وذكر بأن اليمن تعيش حالة كارثية إنسانية حقيقية، وورخ ضمن الأخطاء التي دائما ما نوهنا لها خلال الفترة الماضية والتضليل للمعلومات الذي وقعت فيه كثير من المنظمات، بأن الأمر ارتبط فقط لديهم في من مارس 2015، متناسين بأن الكارثة الحقيقية هي بسبب الانقلاب. ما يجري في اليمن من تدهور للمؤسسات أو من انتهاكات ممنهجة لحق المدنيين أو بما يقولون بأن الشعب اليمني يتعرض إلى المجاعة وإلى تدمير المؤسسات ونهب المال العام، بأن كل ذلك له أساس واضح وحقيقي واحد هو الانقلاب التي قامت به ميليشيات الحوثي وصالح. ما أتى بعد ذلك من أحداث وما أتى بعد ذلك من تطورات لهذا الأمر هي عبارة عن ردود أفعال أو عبارة عن تطورات للحدث الأصل، وبالتالي عندما نذهب لمعالجة هذه القضية وهذه المشكلة لابد من معالجة السبب الرئيسي وهو إزالة الانقلاب. القول بأن الإمكان تجاوز هذه النقطة لأي إصلاح في اليمن أو لأي تشخيص للحالة هو مغالطة حقيقية في هذا الأمر، لهذا كان اليوم ردنا واضحا في هذا الأمر بأنه لا يجب أبدا استمرار أن تكون كل التقارير الدولية مضللة إلى هذا الحد بأن تقول بأن أي معالجة للوضع اليمني يجب أن لا يجب عليها أن لا تتجاوز السبب الرئيسي والحقيقي وهو الانقلاب. وبالتالي ما قامت به هذه الميليشيات بعد ذلك وعملية ممنهجة أكدتها التصرفات اليومية حتى الآن، وبالتالي كان ردنا واضحا في هذا الأمر على التقرير المفوض. النقطة الثانية في الأساس أنه التقرير كان يفترض أن يبني على كيفية ما القرار 30/8 في العام الماضي الذي قال لابد من تقديم الدعم التقني والفني للجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، لكن ذهب التقرير إلى تحليل سياسي وإلى رؤية سياسية
خرجت عن الهدف الرئيسي للبعثة الدولية، الأمر الذي زاد الطين بلة كما يقولون، بأنها أراد أن يؤسس للعملية الكارثية التي تعيشها اليمن، وكأنها جاءت بسبب ردود الأفعال وليس الفعل الحقيقي وهو عمل الميليشياوي قبل أي شيء آخر. طيب أنت تحدثت مع الوزير عن تضليل وعن معلومات مضللة وكذلك عن توجيه سياسي أو تحريك سياسي، ما مصدر هذا التضليل ومن يحرك سياسيا؟ عموما يعني المعلومات المغلوطة هي ليس فقط من فوضية، لنكون صادقين، كثير من المنظمات الدولية أيضا وقعت بأخطاء كثيرة في هذا الأمر. النقطة الثانية بالمنظمات غير الحكومية والوسائل الإعلامية الغربية التي رأت الأمور بعين غير منصفة لما يجري في اليمن. أعتقد بأن الكثير من المصادر المحلية التي لم تكن منصفة وكانت تعمل مع الانقلاب بشيئين، إما أنها تابعة لهذه الميليشيات الانقلابية أو أنها أيضا تفتقر للخبرة وللإمكانيات وإلى المسؤولية، فبالتالي وقع الكثير من المنظمات بفخ التضليل. لكن نحن كنا نتحدث عن بعثة دولية مقيمة داخل اليمن، تقول بأن لديها راصدين ولديها إمكانات ولديها قدرات على التحليل الواقعي. فاليوم عندما تم مهاجمة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان بأنها لم تقم بواجبها كما يجب، كان ردنا واضحا بأن بعثتكم أيضا المتواجدة في اليمن لم تستطع الوصول إلى كل أنحاء اليمن ولم تقدم المعلومات الأكيدة والمحققة، فأنتم أمام خيارين. الخيار الأول يقول إنكم لم تمتلكوا القدرات المهنية العالية لتكتب تقرير منصف وحقيقي، وهذا معيب بحق منظمة دولية. والخيار الثاني بالفعل إنكم كنتم تعرفون الحقيقة ولم تقولوها علنا، وهذا أيضا بيكون عيب أكبر من الأول بكثير. وهذا هو الأمر الشد الذي حدث، ولازلنا عند هذه النقطة. لكن الأمور بالنسبة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان كان واضحا بأن ما قدم من الجانب الرسمي كان أكثر إنصافا وأكثر واقعية، ما قدم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بغض النظر عن بعض النواقص هنا أو هناك يدل على وجود جدية في مسألة المساءلة والملاحقة وبالتالي والعمل بمسألة تعزيز حقوق الإنسان. نحن عندما أسسنا تقريرنا وردنا بأن الانقلاب هو الأساس في العملية الكارثية الإنسانية كنا نقول بعبارة واضحة من أجل أن لا يفلت من العقاب من ارتكب الجريمة في اليمن كما حدث سابقا. هؤلاء أجرموا بحق الشعب اليمني، أجرموا بحق التاريخ، وهم يجرمون أيضا بحق المستقبل في تمزيق النسيج المجتمعي والضرر المجتمعي. بالتالي لا يجب علينا أن ننزلق إلى هذه المغالطات التي لا تؤسس بالسبب الرئيسي وتريد أن يفلتوا من العقاب تحت لحظات عدم المسؤولية والتضليل أو وقوع في فخ المعلومات مضللا بعض المنظمات المحلية. طيب معالي الوزير، حديثكم اليوم تزامن مع فعاليات بالداخل يعني خصصت بشكل أساسي للمختطفين والمخفيين قصرا في اليمن. تحدثت أنت على أن ملف الإخفاء القصري في اليمن لم يشهد له مثيل في العالم، وكذلك لم تشهد له اليمن مثيل في هذه إلا في هذه الفترات. هل الصورة واضحة لدى المجتمع الدولي بخصوص ما الذي تقوم به ميليشيات الحوثي بشكل انتهاك يعني كانتهاكات بحق اليمنيين في هذا الجانب؟ والله للأسف الشديد الصورة ليست لدى العالم واضحة كثيرا، ولكن الفعاليات الجانبية التي أقيمت خلال الأسابيع الماضية يعني ربما أضاءت على هذا الملف المؤلم وعلى هذه القضية المأساوية، حتى إننا قورنا ببعض الحالات الموجودة في سريلانكا على ما أظن وغيرها. ولكن أيضا ما يحدث في اليمن من عمل ممنهج في عملية الإخفاء القسري والاختطاف بأنه أيضا عملية تدخل في اللا أخلاقي عند يختطف الناس من أجل المرابحة ومن أجل التجارة. هؤلاء الناس حاولوا كل شيء إلى حالة كارثية من أجل أكل كسب الأموال ومتاجرة بقوت الناس وأرواحهم. أنت لا تعرف العدد الذي يتم اختطافه واعتقاله في اليمن ولا تستطيع من تخاطب. عندما نقول بأن هذه الجهات مسؤولة عن اختطاف الناس يقولوا لنا هذه ميليشيات غير منضبطة ومنفلتة ولا يمكن التخاطب معها. وعندما نقول نذهب إلى العملية السلمية يقولوا هذه القوى يجب التفاهم معها وهي أيضا يجب أن تتمتع بندية أيضا أو بما يسمى سلطة الأمر الواقع. ونحن في يعني حقيقة نؤكد على أن هذا الإجراء ساعد في أن تقوم هذه الميليشيات بخطوات غير مقبولة ومن ضمنها إخفاء الناس بهذا الشكل. في كل العالم هناك سجون واضحة، هناك عمليات للزيارة لمعرفة المعلومات، لكن هؤلاء لم يقبلوا حتى بوجود الصليب الأحمر الدولي ليطمن العائلات التي تم إخفاء معيليها وأهاليهم بشكل لم يسبق له مثيل. في العالم كله تستطيع المنظمات الإنسانية، منظمة الصليب الأحمر، أن تزور المعتقلين، أن تعرف أوضاعهم الإنسانية. هؤلاء لم يسمحوا لأي منظمة من المنظمات أن تزورهم، ومع ذلك حجم الإدانة لهم ليس بنفس حجم الجرم.
لم يتعامل المجتمع الدولي بنفس حجم الجريمة، يتعامل معها وكأنها مسألة عابرة ستأتي العملية السلمية وتطوي هذا الملف، وهي كارثة إذا تم الصمت عليه. ومسألة أيضا أن يستمر هذا الصمت على المستوى الدولي، وأظنه لن يطول، لكننا أيضا يجب أن ندرك بأن التحدي كبير في إبلاغ صوتنا للعالم. طيب معالي الوزير، يعني وفقا لما تفضلت به ووفقا للكثير من يعني اللغط حول دور المنظمات الدولية والاستجابة غير الواضحة من قبلها حول ملف حقوق الإنسان في اليمن، هل تتوقع استجابة دولية للنداء الذي وجهته لوقف الجرائم الممنهجة بحق المدنيين من قبل ميليشيات الانقلاب؟ على الأقل دعني أقول بأنه الشطط الذي كان قد ذهب بالبعض أن يكون هناك قرارين في اتجاه اليمن، أعتقد يصل إلى حل توافقي غدا بإذن الله. النقطة الثانية بأن هناك تفهم على الأقل على مستوى الدول التي أدركت بعثاتها ومسؤوليها بأن بالفعل هناك جريمة كبرى في اليمن لم تحظى بتسليط الضوء الكافي لمعرفة تفاصيلها. ولكن أيضا لدينا مشكلة في التواصل مع بعض المنظمات الدولية ذات الرؤية المسبقة. للأسف الشديد نحن في القضية اليمنية، وهذا أمر مؤلم، نحن نذهب ضحية التقاطع السياسي الكبير على المستوى الإقليمي والدولي. البعض ينظر إلى أن هؤلاء الذين أحفوا قسرا من قبل الميليشيات ربما هم أيضا يتبعون نظام التحالف العربي، دول أخرى، أنظمة أخرى يريد تصفية حساباتها السياسية، ولا يرون بالعين الحقيقية والواقعية بأننا معتدى علينا، بأننا سلطة سلمية منتخبة كانت تعمل على إيصال البلد إلى الحل السلمي، ثم انقض هؤلاء على أكبر حلم يمني وعلى أكبر مخرج لمسألة التوافق الوطني، ودمروا العملية السياسية برمتها. وليس هناك كما يريد البعض يقول تصور اعتداء لدول كبرى خارجية على شعب فقير. هؤلاء لا يرون الحقيقة الواضحة، لهذا تضيع كثير من التفاصيل، وإيصال صوتك إلى الوسائل الإعلامية الدولية والمنظمات الدولية أمام هذه الرؤية المسبقة لديهم تحتاج منك إلى مجهود غير عادي، هو تحدي كبير، بالإضافة إلى الآلة الإعلامية المضادة التي تعمل ضدك ليل نهار ولا ترضي أن تسلط الضوء عليه. يعني نفس هذه الآلة الإعلامية التي تسلط الضوء بقوة على ضحايا حلب نموذجا لا تعمل بنفس الطريقة عندما يكون الضحايا في تعز، ولا تتوجه نفس الوسائل الإعلامية الضخمة التي تدين الاعتداءات على مناطق سور من قبل النظام السوري على ما تعاني منه البيضاء أو الطالع أو تعز أو لحج، أو بتعاني صنعاء من حالة إرهاب حقيقي. لا يوجد مدينة الآن في العالم يعيش سكانها حالة إرهاب حقيقي مثل ما تعيشه صنعاء. أنت معرض للاختفال للاعتقال بأي لحظة. هذا المجتمع الغربي والمنظمات الدولية الكبيرة والإعلام الغربي لا يرى هذه الحقيقة المؤلمة. يعني للأسف الشديد يرى بأن هذه ميليشيات صغيرة تقوم ببعض الأعمال الإجرامية ولكنها ليست خطرا إلى حد خطر النظام السوري مثلا، بينما في الواقع لا، ما تقوم به من إرهاب حقيقي، من اختطاف، من إرهاب للمواطنين يتجاوز أنظمة بكامل استبداديتها. أشكرك معالي وزير حقوق الإنسان أستاذ عز الدين الأصبحي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام سيد براء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان، معنا عبر الهاتف من لندن. مساء الخير سيد البراء. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ البراء. يعني أنت لابد أنك يعني تابعت الملفات ما طرح في جنيف وكذلك ما صاحبه من فعاليات سواء في الداخل اليمني أو في الخارج. هذه الجهود هل تسهم أو هل أسست لرأي عام دولي ممتلئ ويعرف ماذا يجري على الأرض برأيك؟ نعم، حقيقة طبعا أنا الآن وصلت قبل قليل من جنيف، وكنت حاضر نفس الدورة التي الآن يحضرها صاحبة الوزير عز الدين الأصبحي، وهي في ذات الهدف أن يتم تسليط الضوء على ماذا يدور في اليمن حاليا، وأن يكون هناك تصوير حقيقي للضحايا بغض النظر عن من قام بالانتهاك. للأسف الشديد مثل ما ذكر الوزير تقريبا أنه هناك تعاطي عندما تتحدث على سبيل المثال عن ضحايا التحالف، ولكن في المقابل ليس هناك نفس الحجم من التعاطي عندما يتحدث عندما يتم عمل حتى فعالية أو تدعو الناس لحضور ورشة عمل للكشف عن انتهاكات جماعة الحوثي.
الأسباب كثيرة، ولكن أنا أعتقد أبرزها أنهم لا يزالوا لم تتمكن الحكومة اليمنية وكثير من المنظمات من فك اللبس حول أن ما حصل انقلاب، وأن الانقلاب عنيف بطبعه، وأن الكارثة أكبر من حجم ما تتصوره المنظمات، الكثير من المنظمات الدولية. النقطة الثانية، لا زال يصور أن هناك اعتداء من قبل دولة خارجية على اليمن، ولا يتم التعاطي أن هناك حكومة شرعية طلبت تدخل التحالف. بالطبع هناك انتهاكات كثيرة يجب تسليط الضوء عليها، ولكن في المقابل لا يعطى نفس القدر من الاهتمام على انتهاكات جماعة الحوثي في فعل. على سبيل المثال، الصورة التي تخرج من فعل قليلة جدا، وهناك فقط القليل من الباحثين الذين قابلتهم في أروقة المجلس الذين لديهم فكرة واطلاع عن ماذا يدور داخل محافظة فعل. طيب، تحديات كبيرة أنا أعتقد أمام الحكومة اليمنية وأمام كثير من الناشطين في توصيل هذه الصورة إلى الخارج. طيب، ما مدى يعني ما هي التقارير التي استعرضت؟ ما مدى يعني وصول هذه المعلومات أو استقبال من استمع لها بداخل مجلس حقوق الإنسان لهذه المعلومات؟ طبعا التقارير هي كانت متعددة. واحدة كانت على الوضع الإنساني داخل اليمن، ومدى تدهور الوضع الإنساني داخل اليمن بسبب عامين من الحرب. التقرير الثاني كان عن موضوع المختطفين والمخفيين قصرا. تقرير آخر عن تعز تحديدا، وغيرها الكثير من الكثير من القضايا، ولكن هذه الثلاثة هي قد تكون أبرز القضايا. طيب، قابلنا بعض الباحثين. نعم. الذين هم مهتمين بالشأن اليمني، ولكن لا ننسى أن نحن نناقش اليمن في إطار أيضا قضايا كثيرة متعددة. اليمن كان ضمن النقاش في البند العاشر، وخصص له النقاش في تقريبا في آخر يوم، ولكن البنود الأخرى هناك دول كثيرة ومتعددة يتم نقاشها، ويرى الكثيرون أن هذا أولوية ولا يدركون حجم المعاناة. على سبيل المثال في محافظة تعز قد يشابه حقيقة الكثير من المناطق السورية. طيب، الآن هناك انتهاكات متنوعة بداخل اليمن، هناك ربما منظمات تختلف تخصصاتها عن منظمات أخرى سواء محلية أو دولية. هذه المنظمات الدولية هل تجد طريقة، هل لها طريقة للدخول لليمن لمعرفة المعلومات على أرض الواقع؟ وكذلك هل طلب منكم كناشطين في مجال حقوق الإنسان وباحثين، وكذلك من قبل الحكومة الشرعية إن سمعت بذلك، يعني جهات دولية تطلب الدخول إلى اليمن للتحقيق لرؤية الوضع هناك؟ طبعا بالنسبة للجهات الدولية، هي أبرز من طالبت بتشكيل لجنة دولية كانت المفوضية السامية، وكانت بعض المنظمات مثل Human Rights Watch على سبيل المثال. غير ذلك يعني يجدر الذكر على سبيل المثال أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قالت بشكل واضح أنها لم تتمكن من دخول اليمن، لأن جماعة الحوثي رفضت أن تعطيها تطمينات أنها ستصل إلى كل المناطق اليمنية. وغير ذلك أعتقد كان أبرزها أيضا إعلان المبعوث الأممي لليمن أن جماعة الحوثي منعت عنه حتى الزيارة للمعتقلين، رغم أنه طلب الزيارة حتى تكون بدون حضور وسائل الإعلام. هذه قد تكون أبرز، ولكن هناك منظمات هي أصلا تعمل في اليمن بغض النظر عن أنه هناك قرار بشأن اليمن أم لا. هناك أصلا منظمات عاملة، المكتب المفوضية السامية موجود في صنعاء، ومفروض أن ولايته تمتد على التراب اليمني بالكامل. Human Rights Watch على سبيل المثال لديها أكثر يعني لديها عمل داخل اليمن، والحكومة اليمنية لديها علم بنشاطات المنظمة منذ 2011 و2012، وغيرها الكثير من المنظمات. طبعا طلب منا أن نكون نزودهم، ولكن طبيعة عمل هذه المنظمات أنهم يجب أن يكون لديهم خبراء على الأرض لكي يستطيعوا رفع التقارير، يعني نعتبر أنها تقارير تصدر عنهم.
طيب في هذه الحالة عندما تصل هذه المعلومات إلى هذه المنظمات، وهناك الكثير من المنظمات العاملة وهناك إدانات لميليشيات الحوثي لكنها ليست بالشكل الكافي، هذه الإدانات هل ستبقى يعني في إطار جهود هذه المنظمات تبقى فقط محط الإدانة، أم أن هناك توصيات وهناك ربما قرارات أممية، قرارات قد تأتي لمعاقبة هذه الميليشيا على ما تقترفه؟ لا طبعا، هي انا اعتقد انه يجب ايضا توصيف عمل المنظمات الحقوقيه او عدم تحميلها، خلينا نقول اكثر مما هي لا تستطيع. المنظمات الدوليه هي بدورها تعمل التحقيق المبدئي، وهي ثم لا يتعدى دورها انها تقيم انها خلينا نعتبر تدعي ان هذا الطرف او ذاك قام بعمل الانتهاك. بعد ذلك ياتي دور الجهات المعنيه، وخصوصا داخل البلد، اذا كانت الظروف طبيعيه فهي على الحكومه الشرعيه ان تقوم بالتحقيق، وفي حالات اخرى تطلب قد تطلب من المفوضيه او من جهات اخرى ان تمارس ضغط اكبر على الاطراف المنتهكه. إذن أشكرك سيد البراء الشيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن في حلقة هذه اليوم، كما أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا، وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان، وتحيات بقية أفراد طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.